وإلى ولاية عنابة، حيث تساءل أصحاب سيارة الأجرة عن موقف مديرة النقل بالولاية والقاضي بحرمانهم من نقل المسافرين القادمين إلى المحطة الرئيسية للنقل الجماعي. الوضع أثار استياء المسافرين أيضا، وناشد وزير النقل ووالي الولاية للتدخل وتسوية هذا المشكل الذي أثر على المسافرين والساقين في آن واحد. التصريحات رصدها كل من بديس قدادرة وعبد النور بلونيس. الوزوف هذا يرجع إلى عدم إدراج سيارة الأجرة ما بين الولايات إلى المحطة البرية صنديد المعمول به على كل الولايات الجزائرية. بعيدة وجابنا بزاف، يا خويا تلحق على الزوج الوحدة تاعنا كيفاش دير؟ باينة ما يساعدناش. محطة اللي داروها جديدة هذه في عنابة بعدوها على سنترفيل، لازم تكون حداها محطة يكون معها تاكسي سيرفيس باش تكون قريبة للمواطن، باش تنقص له التكاليف المصروف تاعو. دايما كاين مشكل تاع ترونسبور، تسمى حنا في النهار وشوية الحافلات هاي تطول، تقعد دي فوا واحد ساعة غير ربع في السنترفيل، ساعة غير ربع لهنا، تسمى واحد يجي يتنقل لازم يستنى أكثر من ساعة ونص باش يوصل من عنابة يوصل لسنتيفي ويزيد يولي.